نفس السائق وثق استمرار حالة الاختناق على سيطرة الخالص حتى منتصف الليل، وتستمر الحالة نفسها حيث تدخل الشاحنات حتى تدفع الرشوة من الطريق الثاني عكس السير، بينما يبقى السائقون ينتظرون لساعات طويلة وإلى أيام في بعض الأحيان. فنشاهد الدولة أمن وطني استخبارات يلا عمو بعض ها هذا السر العدل هذا 1-2 وذاك رون سايل لا سونار ولا أبد وذاك العقيد بزرة واقف هو اللي جاي يمشي بيه ها وهسه نعطيكم رقم الدورية بس خلي عبر شوية لأن ما جاي أشوفها اليوم مش قد بالشهر اليوم 25 عبران الله ومحمد وعلي وياكم هاي لو محمل هسه عبوات يعبر لا سونار ولا نعال السونار علينا موفقين عمي والله احسن من يمنا جاي يعبرون بالعافية عليكم روح بوجهك هيك هاي العملة الزينة على ورقة وعلى 50 ألف شوف عمي كله برادات